نقول باختصار شديد دون ذكر هو أن أبو عشرين فر هاربا بمجرد سماع شهادة مشتكية دون أن أذكر اسمها. شهادة حينما تسمع لها يهتز الضمير العالمي والإنساني. شهادة ما كاينش اعتداءات جنسية، كاين ما يسمى بامتهان وإدلال الكرامة، وما غنقول لكمش الأمثلة، أمثلة كثيرة. هذه تعتبر من أكبر ضحايا في هذا الملف، هذا كتحكي بتفاصيل مؤلمة وتبكي معاناتها، ماشي غير الاعتداءات الجنسية، امتهان الكرامة حينما واحد الإنسان تجرده من إنسانيته، كتعامل معاه وقالتها وكأنها حقيرة لا شيء. ولهذا فر أبو عشرين هاربا، وشخصيا أنا والأستاذ كنا نعتقد بأن السيناريو سيحصل، لأننا حينما تخابرنا معها قالت لي وبالحرف: أقسم لكم بالله لن يقدر على مجاراة شهادتي، لأنني سيعرفني أنني صادقة وسأحكي بالتفصيل ما وقع. أترككم لأرجع لأسجل تدوين ديالي، ويمكن نحكي لكم بشكل عام على الظروف. ذاك الشيء مأساوي صادم، لا علاقة له بإنسان، يمكن يكون عنده علاقة بعالم الحيوانات، حتى الحيوانات تتعامل مع بعضها البعض بألفة. ما كاينش إنسان صادق واحد الدرجة ديال الحيوانية الشوالية اللي ما كاينش وحشية ولا مجنية، ما كاينش نحكي لكم عليها.